الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. وجهت الهيئة الوطنية للاستثمار الشركات الاستثمارية كافة المتعاقدة مع الهيئة لبناء المجمعات السكنية بالالتزام بسعر صرف الدولار الرسمي المقرر من البنك المركزي والبالغ 1470 دينارا للدولار. وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حنان جاسم إن التوجيه نص على اتخاذ ما يلزم من قبل الشركات المعنية بالاستثمار في المجمعات السكنية وعدم مطالبة المواطنين المسجلين على الوحدات السكنية المشار إليها بأكثر من السعر الرسمي المعتمد، وبعكسه يتخذ بحق الشركات المخالفة الإجراءات القانونية اللازمة. يذكر أن الدينار العراقي تراجع في الأسابيع الماضية بشكل كبير أمام الدولار بسبب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها واشنطن للحد من عمليات تهريب العملة إلى إيران. أعلنت وزارة النفط الحالية في العراق أن صادراتها من النفط الخام تجاوزت 100 مليون برميل بقيمة مالية بلغت قرابة 8 مليارات دولار أمريكي خلال الشهر كانون الثاني الماضي. جاء ذلك في بيان اليوم نشرت فيه مجموعة الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقي سومو، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 1,100,000 برميل و245 ألفا بإيرادات بلغت 7,690,000,000 دولار. وقالت الوزارة إن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 75 دولارا و96 سنتا. أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن البنك سيرفع سعر صرف الدولار من 1507 إلى 15,000 ليرة اعتبارا من الأول من شهر شباط الجاري، ولا يزال التحول من السعر القديم البالغ 1507 ليرات إلى 15,000 بعيدا عن السوق الموازية، حيث تم تداول الدولار عند حوالي 57,000 لكل دولار. وأضاف أن تغيير سعر الصرف إلى 15,000 ليرة هو خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المعتمدة في البلاد تماشيا مع مسودة اتفاق توصل إليها لبنان مع صندوق النقد الدولي العام الماضي، والذي حدد شروطا لإطلاق خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار. أعلن وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي أن تركيا تخطط لاستقبال 60 مليون سائح أجنبي خلال العام الماضي أو خلال العام الجاري. وقال نباتي إن من أهدافهم زيادة عدد السياحة إلى 56 مليار دولار في العام الجاري، وأن من أهداف قرن تركيا استقبال 90 مليون سائح في عام 2028 ورفع عائدات السياحة إلى 100 مليار دولار. وحققت تركيا بحسب نباتي أهدافها المتعلقة بالسياحة لعام 2022 رغم التحديات وفي مقدمتها وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، حيث بلغ عدد السياح في عام 2022 بحسب الوزير 51 مليون سائح بزيادة 71% مقارنة بعام 2021. ارتفعت أسعار النفط مدعومة بانخفاض الدولار الذي تراجع بفعل مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، ما هدأ المخاوف من ركود مدفوع بارتفاع أسعار الفائدة. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بما يعادل 0.18% إلى 85 دولارا للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا لتصل إلى 79 دولارا و12 سنتا للبرميل، لتواصل مكاسب الجلسة السابقة التي بلغت نحو 1%. أما الآن فإلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن.
نهاية الموجز إلى اللقاء.